سجل أهالي ذي قارم تعاظهم الشديد لما تشهده محافظتهم من مشاكل تراكمت منذ أكثر من عام. المحاصصة الحزبية وقلة الخدمات هي الأكبر. بالمقابل علق مواطنون على التعيينات الأخيرة بأنها لم تكن بالمستوى المطلوب. هنالك تغييرات حصلت في المحافظة، هذه التغييرات كنا نأمل أن تكون تغييرات حقيقية، لكنها هي تغييرات تدفع بنا نحو الهاوية. أعتقد بأننا نحتاج إلى إدارة حقيقية وإدارة أشخاص ناجحين على إدارة المحافظة ودوائرها ومؤسساتها الحكومية. هناك فقدان للهيبة في الناصرية. الآن ما نشاهده في المحافظة من تغيير لبعض المدراء وتغيير بعض الأشخاص من في مناصبهم يبدو جدا مربك، يعني بصراحة مربك إلى درجة أنه بدأ الشارع مستاء من هذه التغييرات. أما مراقبون فشاطروا الأهالي بضرورة أن يكون هناك حزم واضح من قبل السلطات لتخفيف التوتر الحاصل الذي انعكس سلبا على تقديم الخدمات المنعدمة أصلا. إنه إرباك الوضع السياسي بشكل عام راح يلقب ظلاله على المحافظة، وبالتالي راح ينعكس سلبا على الوضع الخدمي والاقتصادي. محافظ يقال لا تحتمل بعد أكثر، يفترض أنه يكون توافقات وأيضا توافقات مع الشارع الذيقاري للوصول إلى نتاج إيجابي، وبالتالي تقديم أفضل خدمات للناس والمواطنين واستقرار الوضع بالمحافظة. مشاكل تراكمية وتناحرات حزبية وقلة فرص العمل هو المشهد الأبرز والأكثر وضوحا في محافظة اعتبرتها السلطات الرسمية منكوبة. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.